تحية اسكندرية لتداول حوياته. ماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول فوق أهم وأقوى منطقة، المنطقة اللي ما بين مستويات ال 41 لحد مستويات ال 42 اللي أتوقع مش هتتكسر، وما زلت شايف إن السهم ما زال في مناطق جيدة جدا جدا، ولكن ينقصنا الاختراق والاستقرار فوق المنطقة المفتاحية اللي احنا هنصغرها شوية وهنخليها فوق مستويات ال 46 47 جنيه. السهم لو اخترق 47 جنيه بقوة أعتقد إنه هيكون تحول على ترند صاعد وهيكون لغالي اخر موجة هبوط، وبالتالي يعزز النظرة الايجابية بالنسبة لنا اكتر واكتر للبحث عن الهدف القادم بالنسبة لنا اللي هو عند مستويات ال 65 لمستويات 66، وكمان ان شاء الله ممكن نشوف عليه قمة جديدة بالنسبة لي. ما زلت شايف ان مستويات ال 41 جنيه منطقة مهمة جدا اتوقع انها مش هتتكسر، ولكن ما زلت انتظر برايس اكشن. لو هشتري من المناطق دي ده يمين اشوف برايس اكشن بشكل واضح الاول، وبعد كده ابحث عن الشراء او الانتظار لحين اختراق مستويات ال 47 جنيه عشان اكون اكثر اطمئنانا، ووقت ده هنقل في الخساره بالنسبه لي اللي عند مستويات ال 41 الى المناطق دي اللي هتتشكل عندها القاع الجديد ما قبل العوده واختراق مستويات ال 47 جنيه زي ما بقول. ما زالت نظرتي للسهم ايجابيه على المدى الطويل والمتوسط، ولكن على المدى القصير قد نشهد بعض التذبذبات تحت مستويات ال 46 جنيه، ولكن ما زلنا ننتظر برايس اكشن يقول لنا نشتري، وبالتوفيق.